باش نعمل جاتو بيان سور كيما العاده باش نعمل بالكريم موسين خاطر نحسها امن واخف كريم موجوده كيما العاده. الكريم باتيسير نتاعي كان ما عنديش كريم باتيسير حاضره كعبتين عظم 3 مغارف كبار سكر 70 غرام نشا حطيت 2 ساشيات سكر فانيليا وروح فانيليا كيما عندكمش روح فانيليا راهو السكر فانيلي الساشيات راهو يكفي. توا باش نحرك بالباهي بالباهي باش نزيدهم نص اطرا حليب في البيرد هذا كله باش نحلو ومن بعد باش نطيبها على الغاز على نار متوسطه خفيفه. لازمكم تطبقوا تحركوا بالباهي ما تقصوش على التحريك باش ما تجيكمش مكعبره تجيكم مريق للكريم موسلي. باهي في الجاتو هذي باش نعمل جو كراميل جو نوازيت. عندي البرالينين نوازيت ديجا محضرته من قبل مخبيته عندي طيبت حكم لهنا حطيت الكريم باتيسير اللي حضرته 250 غرام زبده باش نخلطهم باش نقسمهم على زوز شطر باش نخلطو بالكراميل وشطر باش نخلطو بالنوازيت. لهنا قسمت على زوز حطيت لهنا برالينين نوازيت ولهنا حطيت حكه الكراميل نصها ولا اقل من نصها شويه من حكه الكراميل اللي طيبتها كما قلت لكم حكه نسلي طيبتها في ساعتين ما فست كسروله غطيت عليها وخليتها تطيب. لهنا عنا الكريم موسلين نوازيت وهذه الكريم موسلين كراميل هذا المول باش نخدم فيه ولهنا لازم حليب بارد انا باش نخدم بسكوي سايده عشان خبز تهوى مانيش باش نعمل جينواز باش تجيكم خبز تهوى شاد روحها وكانه جاتو مشري من الشارع راهو لازمكم الحليب بارد 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 على الاخر باش تغطسوا فيه البسكوي. حسيت طب باش نعمل اول طبقه نتاع بسكوي وباش نحط فوقها طبقه نتاع كريمه نوازيت. لهنا عملت الكوش الاولى بسكوي غطستها في الحليب البارد ومن بعد حطيت فوقها كوش نتاع نوازيت توا باش نعمل زيد كوش اخرى بسكوي. لهنا حطيت الكوش الثانيه نتاع البسكوي توا باش نحط الكوش نتاع الكراميل. باهي لهنا من بعد الكوش نتاع البسكوي حطيت كوش كراميل وحطيت فوقها النوازيت زيد حطيت كراميل وتوا باش نعمل كوش اخرى نتاع بسكوي. هذيك الجاتو كملتها صايي باش نحطها في الفريجيدير مش في الكونجيلاتور من فوق. هذه الكريم موسلين جو كراميل اللي فضلت لي حطيتها لهنا في بوش باش نحطها معها في الفريجيدير وغدو باش نزين بها باش نبيتها ليله كامله في الفريجيدير. خبز لهوا عمرها ما تتكنجل. لهنا خرجتها من الفريجيدير خليتها تبات ليله كامله شفتوا كيفاش نقبويلي بصباعهم حسيت تو باش نعملها عجوين بالكل ضربه بالسشوار باش اللي تنحالي القالب فاسيلمون. باهي توا باش نسويها من الجنيب بسم الله قصه واحده هكا باش نمسح السكينه بما بالماء ونعاود نقص الجنيب الاخرين. باهي لهنا باش نزيد نعمل شويه كريم هكا باش نجم نلصق الزينه على جنب. هذه الكريمه اللي فضلت لي امس